التواصل يستمر مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، والتحيه متجدده بحضراتكم ليسير شوط جديد وهو شوطنا الثالث الخاص بالابكار ضمن الاشواط المفتوحه الى المقدمه والى الصداره الى المركز الاول. هذه عاليه لاسم الشيخ راشد الحمدان راشد المكتوم مسري بن سالم العرتي الحميري يغدها في عمليه التضمير، بينما المركز الثاني الشاهينيه لهدن الرياسه احمد بن مطر بن مايد الخيلي يغودها في عمليه التضمير، بينما في ثالث المراكز هذه نسناسه عبد المسعيد بن راشد اليابري، وفي المركز الرابع وتابع من الشاهينيه كذلك لهدن الرياسه احمد بن مطر بن مايد الخيلي يغودها في عمليه التضمير، مع المركز ايضا الثالث، بينما في المركز الرابع تقدمت الان وصلت هنا متعه سعيد بن عبد الله بطير العامريه تقدم على المركز الرابع وخامس المراكز، بنلقى هنا ايضا سناسه دعناها نعم لعبد الله بن سعيد بن راشد اليابري تحتل المركز الخامس، وايضا ننتقل الى المركز السادس. المركز السادس هذه الان تقدمت اللي هي مشاهدينا الاعزاء شديده لجنسيح السلم، يضمرها سعيد بن سالم لينيبي من يقدم شديده لتحتل المركز السادس في هذه اللحظات. المركز السابع وفي المركز السابع ايضا الشاهينيه يجن الرياسه احمد بن مطر بن مايد الخيالي. المركز الثامن عندنا اللي هي شقره لاسم الشيخ راشد الحمدان راشد المكتوم تري بن سالم بن عرطي الحميري تقدمت الى المركز الثامن، وفي المركز التاسع الله 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 هذه وهيله سلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي، وفي المركز العاشر متواجده مشاهدينا الاعزاء اللي هي ايضا متعبه ايضا عبد الله بن حيد بن ضاحي العميمي متواصلة على المركز العاشر. هذه النتيجة هكذا ندائنا للعشر المراكز الأولى، وفينا لمسامعكم هذه الأسماء وهذه الشعارات. عودة من جديد إلى المقدمة وإلى الصدارة. قدم عودة إلى البداية وإلى التحدي والصراع، وهنا في المنافسة الأولى متعة، تأتي على المقدمة وعلى الصدارة الأولى لسعيد بن عبد الله بطير العامري متواجدا في صدارة هذا الشوط، لي أيضا مقدم لنا متعة، بينما في المركز الثاني هذه الشاهينية لهجن الرياسة يضمرها أحمد بن مثار بن مايد الخيالي متواجدة على المركز الثاني، بينما في المركز الثالث هذه عالية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومسري بن سالم بالعرطي الحميري تتقدم على المركز الثالث، بينما في المركز الرابع عندنا اللي هي الشاهينية لهجن الرياسة يضمرها أحمد بن مطر بن مايد الخيالي مع رابع المراكز وخامس التحديات، بلقى هنا نسناسة لعبد الله بن سعيد بن راشد اليابري تقدمت إلى المركز الخامس، وسادس المراكز الشاهينية لهجن الرياسة وأحمد بن مطر بن مايد الخيالي يقودها في عملية التضمير، بينما المركز السابع وهذه شديدة لجنسيح السلم يضمرها سعيد بن سالم الليبي. المركز الثامن عندنا اللي هي شقرة لاسم الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم يضمرها مسري بن سالم بالعرط الحميري، أما في المركز التاسع عندنا شعار سلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان مقدم اللي هي وهيلة، بينما في عاشر المراكز هذه متعة أو متعبة نعم عبد الله بن حيد بن ضاحي العميمي متواجدا على المركز العاشر. هذه مراكزنا، هذه تحدياتنا، ولكن نعود من جديد إلى المقدمة وإلى الصدارة إلى البداية الأولى إلى المنافسة على الصدارة،
وعلى المقدمة في هذه اللحظات. هذه لا سيطرة متعة 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 بشعار سعيد بن عبد الله بالطير العامري. أهل الهير هم المسيطرين والمصرين بالسيطرة في مقدمة هذا الاندفاع. روح يا بالطير، ولكن التركيز نطلب من كل المضمرين مع موقع الإعلان الأخير اللي نذكر فيه الأخوة المضمرين، والإعلان الكل يعرفه في ميدان المرموم والأفرع التابعة لميدان المرموم. 1200 يا راعي متعة ما شاء الله. المركز الثاني هنا تقدمت الآن الشاهينية لهجن الرياسة. أحمد بن مطر بن مايد الخيالي يقودها في عملية التضمير. الرجل الأمتار يصل بهذه الاندفاع بينما تحركت شقرة لاسم الشيخ راشد بن حمدان براشد المكتوم، يضمرها مسري بن سالم بالعرضي الحميري، بينما هنا واصلة عالية لاسم الشيخ راشد بن حمدان براشد المكتوم مسري بن سالم بالعرضي الحميري، ولكن زادت من السر على الفايغة، زادت من السرعة الفايغة. هذه الان امامكم تشاهدونها متعة متعة، ويبي يتبع ايضا، يبي يمتع جماهير، يمتع جماهير بالطير. روح ابو حمدان روح مع الاندفاع الجميل ما شاء الله وتبارك الله على متعة. هذه متعة الان مسيطرة في مقدمة هذا الاندفاع، مسيطرة على الصدارة الاولى في هذه الانطلاقة الجميلة. متعة 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 سعيد بن عبد الله بالطير العامري، ولكن الشاهنية لهجن الرياسة. أحمد بن مطر بن مايد الخيالي وشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم يحاول في اللحظات الأخيرة، ولكن سلام لأهل الهير. شوفوا المتعة مع شعار بن حمدان يقدم لنا متعة متعة، ولكن الشاهنية الشاهنية لهجن الرياسة. أحمد بن مطر بن مايد الخيالي يقدمها، ولكن وصلت الآن، وصلت اللي هي أربعة ناصر بن سالم بن حبيب بن الهشامي، وتقدمت الان هذه عاليه لاسم الشيخ راشد بن حمدان بن رايده مكتوم. السلام وين؟ هجن الرياسه، هجن الرياسه، هجن بو حمدان مع اللحظات الاخيره، مع اللحظات الاخيره. السوبر هاتريك والنقطه الثالثه، تهانينا والناموس لاسم الشيخ راشد بن حمدان بن رايده مكتوم على فوز عاليه. المركز الثاني للشاهينيه لهجن الرياسه، المركز الثالث وصلت ارباح لناصر بن سالم بن حبيب بن الهشامي. هكذا مشاهدين الأعزاء النتيجة للثلاث المراكز الأولى. التوقيت الزمني 7:46 هو توقيت عالية ما شاء الله. قدمت العرض الممتاز، اهدت سموه